بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية النزول من الاتوبيس. هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة برؤية النزول من الاتوبيس او من الحافلة. كمان هنعرف امتى رؤيتها بتكون محمودة وامتى رؤيتها بتكون غير محمودة. اولا، رؤيه النزول من الاتوبيس او نزول من الباص، ويشوف الراعي انه وصل لمكان مش هو ده المكان اللي هو عايزه. فمن الرؤى دي من الرموز اللي بتدل على صعوبات هيواجهها الراعي وتحديات هيواجهها في حياته بشكل عام. كمان نزول الشخص في وسط الطريق وعدم تمام الرحلة للنهاية، فنزول الشخص في وسط الطريق أو في نص المسافة من برضو الرموز اللي بتدل على تنازل الشخص عن تحقيق هدف أو تحقيق طموح كان بيسعى دايما إنه يحققه. فللأسف من الرموز اللي بتدل على شعوره باليأس أو بالإحباط أو بالفشل في إن هو يوصل لهدف هو كان بيتمناه وهيستسلم للشعور ده. كمان لما يشوف الشخص انه نزل من الاتوبيس بسبب شخص تاني، لو كان الشخص مرتبط فمن الرموز اللي بتدل على دخول الرأي في علاقة غير جيدة، سواء كان زواج او ارتباط او خطوبة. فمن الرموز اللي بتدل على ارتباط غير جيد او خلافات هتحصل مع الشريك. لما يشوف الشخص انه نزل من الاتوبيس والاتوبيس او الباص ماشي، فدي من الرموز اللي بتدل على تهور الرأي وتسرعه في انه يوصل للشيء هو بيطلبه او هو بيتمناه. فمن الرموز اللي بتدل على تهوره او على تسرعه. كمان لما يشوف الشخص انه بيهرب من الباص، رؤية النزول من الباص كأنه هربان من حد، فبرضه من الرموز اللي بتدل على قلق وعلى توتر، سواء من شخص معين في حياته او من امر معين في حياته. كمان النزول من الباص برضه في وسط الطريق وعدم تمام المسافة او عدم تمام الرحلة، احيانا برضه بتدل على خسارة. ممكن تكون الخسارة دي خسارة مال او خسارة عمل، خصوصا لما يشوف انه نزل في مكان مقطوع كمان ما فيهوش حد. كمان نزول الشخص من الاتوبيس لو كان الشخص متزوج وكانت معاه زوجته ويشوف نفسه ان هو نزل هو وسابها، فاحيانا للاسف بتدل على خلافات ومشاكل شديده جدا او كبيره جدا ممكن تؤدي للانفصال. النزول من الباص وبعدين يشوف الشخص انه رجع ركبه تاني، فمن الرؤى اللي بتدل على صعوبات في حياته او عقبات في حياته، ولكن الصعوبات دي مش هتستمر مدة طويلة وهتنتهي او هتزول. النزول من الباص كمان من الرموز زي ما قلنا اللي ممكن تدل على ترك الشخص لعمله، او لو كان بيدرس فبرضو تركه لدراسته او اي مجال تاني في حياته لو كان مهتم بيه، فمن الرموز اللي بتدل على ان هو هيسيبه. كمان لما يشوف الشخص انه نزل من الاتوبيس وركب اتوبيس تاني، لو كان شخص متزوج فمن الرؤى اللي بتدل على زواجه بامرأة اخرى. النزول من الاتوبيس ويشوف انه وصل للمكان اللي هو عايزه، فدي من اجمل الرموز اللي احنا ممكن نشوفها، فبيكون بشارة بتحقيق امنيات، بتحقيق شيء الرأي بيسعى لتحقيقه من فترة، كمان خروجه من فترة صعبة في حياته بشكل عام. الفتاة العزباء لما تشوف ان هي نازلة من الاتوبيس احيانا بتدل على انتهاء علاقة في حياتها، سواء كانت هي مخطوبة او مشروع للزواج. كمان النزول من الاتوبيس للفتاة العزباء احيانا بتدل على تنازلها عن امر هي كانت بتسعى ليه. لما تشوف ان هي نزلت في وسط الطريق، فمن الرموز اللي بتدل على تعرضها لصعوبات سواء في عملها او في دراستها او خلافات زوجية او خلافات عائلية. دي بالنسبة للفتاة العزباء.
لما تشوف انها نزلت من باص وركبت باص تاني، فبشارة ليها بالارتباط في القريب العاجل. لو كانت هي ارتبطت قبل كده فالارتباط الجديد هيكون افضل واحسن. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان هي نزلت من الباص او الاتوبيس، فدي عقبات او مشاكل كبيرة هي هتواجهها في حياتها. لما تشوف انها نزلت في المكان اللي هي عايزاه او عند المنطقة اللي هي عايزاها، فده تحقيق امنيات وتحقيق شيء كانت بتسعى ليه. والعكس لما تشوف انها نزلت في مكان غير المكان، فدي صعوبة وخلافات عائلية او خلافات زوجية. تعطل الاتوبيس اما يشوف الراعي انه نزل من الاتوبيس والاتوبيس كان هو اتعطل فنزل، فده تعطيل في حياته او تأخر في تحقيق شيء معين. ولكن لما يشوف انه ركب اتوبيس تاني، فالتأخير او التعطيل ده مش هيستمر كتير. كمان المرأة المطلقة او المرأة الارملة لما تشوف انها نازلة من الباص، فاحيانا بتدل على صعوبة في ان هي ترجع مرة تانية لزوجها السابق. النزول من الباص او النزول من الاتوبيس في نص الطريق ده قرارات غير صحيحة هما هياخدوها، سواء كانت مطلقة او ارملة، فهتاخد قرارات هتكون غير صحيحة، فيها تهور او فيها تسرع. لما تشوف انها وصلت للمحطة اللي هي عايزاها والمكان اللي هي عايزاه فنزلت، فده تحقيق امنيات وتحقيق اهداف. لما يشوف الشخص ان حصل حادثة لا قدر الله في الاتوبيس او في الباص اللي هو ركبه فنزل، الحادثة من الرموز اللي بتدل على مشكلة كبيرة جدا هيتعرض ليها الرائي. لما يشوف ان الاتوبيس اتقلب، فمعنى كده ان في يعني تغيرات في حياته وفي احواله، ولكن للأسف التغيرات دي هتكون تغيرات للأسوأ. كمان الحادث الاتوبيس برضو من الرموز اللي بتدل على تعرض الشخص لمشاكل سواء في عمله او في حياته الشخصية لو كان متزوج. لما يشوف انه نجا من الحادث ده ونزل من الاتوبيس قبل ما يحصل الحادثة، فبيكون بشارة بصعوبة ولكن مش هتستمر كتير، او هينجو من امر كان صعب في حياته بشكل عام. ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة براية النزول من الباص او النزول من الاتوبيس. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.